ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هنشرح الأس السالب. المعروف ان لما يكون عندنا 3 أس 2، يعني الأس موجب، بتبقى 3 في 3 بـ9 وخلاص كده. طب لما يكون بقى الأس سالب 3 أس سالب 2 بنعمل ايه؟ هنقول بتساوي، وهنقول 1/3 أس 2، يعني هنخلي الأس موجب لكن هنخليه في مقام ونخلي البسط 1، وبتساوي 1/9، عادي جدا. طيب عندنا هنا 4/2، الكل أس سالب 2، هنحلها ازاي؟ هنقول بتساوي، هنخلي الأس اللي سالب 2 هنخليه موجب، وهنقلب الكسر اللي جوه، 4/2 هنخليها 2/4، وهنقول بتساوي، هنوزع التربيع على الاتنين وهنوزعها على الأربعة، 2 أس 2 بـ4 و4 أس 2 بـ16، هتساوي 4/16 فيها 1/4، يعني الناتج الأخير ربع، وبس كده.